من جديد علي قناة انفيزيت ماني اون لاين شكرا ل الاف وسبعمية مشترك في الفيديو ده هنعمل اثبات ال الأربعتاشر لموقع ايزي انفي الموقع الروسي اللي اتكلمنا عليه وقلنا ان الموقع ده نقدر نستفاد منه عن طريق الاستثمار كمان نقدر نروج للموقع ونكسب من البونص اللي بيصل لخمستاشر الف روبل على حسب الفيديو وعلى حسب نسبة المشاهدة وعلى حسب الناس اللي مسجلة معاك ومستثمرة من خلالك هنعمل اثبات سحب في الفيديو ده بميتين اتنين وعشرين روبل وهنعمل ايداع تاني بميت روبل زي ما احنا شايفين دي اجمالي الأستثمارات في الحساب بتاعي الف روبل هنا اجمالي السحبات 3722 روبل هنضغط على كلمة سحب وهنسحب ال اتنين روبل هنروح على محفظة البيار وهنضغط على كلمة الهستوري اخر معاملات في المحفظة هنروح على الموقع وهنسحب ال222 روبل هنضغط هنا على المحفظة اللي احنا هنسحب عليها بعد كده هنشوف هنا الرصيد الموجود ميتين اتنين وعشرين روبل وهنضغط على كلمة سحب طبعا السحب بيتم مباشر على المحفظه اللي انت رابطها بالموقع هنروح على البير هنروح نعمل ريفرش للمحفظه انتظر طبعا السحب يتم على الموقع زي ما هنا شايفين تم اثبات السحب بمتين اتنين وعشرين بتاريخ النهاردة تسعه تسعه هنروح على المحفظة وهنعمل ريفرش للمحفظة زي ما هنا شايفين تم اثبات السحب بمتين اتنين وعشرين روبل هنعمل ايداع تاني بميه روبل هنضغط على كلمة ايداع من هنا بعد كده هنا هنختار الخطة الاولي اللي هي ميه روبل هنودع ميه روبل هنضغط على المحفظة اللي احنا هنودع عليها هنكتب هنا الميه روبل وبعد كده هنا هنضغط على كلمة ارسال هيوجهنا للصفحة دي هنضغط على كلمة ايداع بعد كده هيوجهنا لصفحة البيير هنضغط هنا على عملة الروبل وهنضغط على كلمة كونفيرم زي ما هنا شايفين هو نقلني على الرصيد الحساب في محفظة الباير. هنا بنختار عملة الروبل وهنضغط على كلمة كونفيرم زي ما هنا شايفين تم الإيداع بمية روبل بتاريخ النهاردة تسعة تسعة تقدر برضو تروج لموقع ايزي انفي عن طريق ان انت تعمل ريفيو تعمل فيه اثبات سحب او ايداع في الموقع آه طبعا بتكسب من آه ستين روبل لخمستاشر الف روبل طبعا بنروح علي آه البونص بونتي من هنا وبتدخل او بترسل اللينك ال الفيديو بتاعك آه لازم يكون فيه اثبات سحب او ايداع في الموقع زي ما هنا شايفين بنسيب هنا اللينك وبتضغط على كلمة ارسال وهو لما بيراجع الفيديو بيديك البونس على رصيد حسابك في الموقع الموقع ده نبدأ نستفاد منه ونستغل ونستثمر فيه أي سؤال وأي استفسار تقدر تسيبه أسفل الفيديو شكرا ليكم وشكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله